في هذه الأيام المباركة وما تبقى من الشهر الفضيل وقبيل عيد الفطر السعيد، يشهد سوق المواشي بصحم إقبالا متزايدا من المواطنين نظرا للتوسعة الأخيرة بعد نقله من موقعه السابق إلى الموقع الحالي بجانب مسلخ البلدية. وتتفاوت أسعار المواشي المستوردة في السوق، إذ تتراوح أسعار الماشية الهندية بين 55 ريال عماني و 60 ريال عماني، ويصل سعر الماشية الصومالية إلى 34 ريالا عمانيا. الجدير بالذكر أن هذا السوق يحظى باهتمام ومتابعة بلدية صحم بشكل بارز، ضمانا لحصول المواطنين على ذبائح سليمة خالية من العيوب والأمراض المعدية.